وبهذا تنحل مشكلة عند بعض طلاب العلم في مسألة الإحرام. فإن بعض الناس يخرج من الفندق وهو يريد العمرة، يريد الإحرام، لكنه لما يجزم بالدخول في العمرة وأراد أن يجزم إذا وصل إلى الميقات، فإذا وصل إلى الميقات قد يغفل فلا ينوي. فبعض طلاب العلم يقول خلاص نوى لأنه خارج من الفندق وهو يريد. لا، هذه ليست نية، هذا هم، لأنه لم يجزم بالدخول في الإحرام، وإنما النية أن ينبعث القلب إلى الدخول في الإحرام انبعاثا جازما، فيعتبر الإنسان نفسه قد دخل في الإحرام.